القهوة يا فندم. القهوة يا فندم. ماجد أفندم، خليكم معاه، أنا هروح عند دكتور الفندق. مش معقول ماجد، مش قادرة أصدق. معقول ماجد حي؟ تبقى مصيبة لو شفني ده طلع ماجد بجد. أنا يظهر ما كانش لازم أتجوز، كان لازم أستنى، لكن ماجد مات وأنا قعدت شهادة وفاته. معقول يرجع تاني؟ معقولة واحد ميت يصحى تاني؟ ده لو طلع ماجد هتبقى مشكلة كبيرة قوي، ساعتها هيطلب مراته. بس لو شفنا ده ماجد إزاي ما عرفناش؟ أيوة صح، لو كان ده ماجد ازاي ما عرفناش؟ تقول لك يا زهر، هما مش بيقولوا اخلى من الشباب 40؟ اكيد اللي شفناه ده فيه غيره 39 واحد تاني شبه ماجد. الشبه للدرجه دي؟ حتى في الصوت؟ والله كل شيء ممكن. خلاص نروح ونتاكد. نروح نتاكد في ايه؟ لو الجرسون ده طلع مش ماجد هيحصل له مشكله كده. مشكله ايه دي اللي هنعملها له؟ انا لازم اروح بنفسي واتاكد. وانت مستعجله على ايه؟ هو لو طلع كتير استني اما نتنايل ليه؟ ده نفكر الاول. يا زوزة هيروقك. انت اتجننت يا فريد؟ عايز تشربني وانا حامل؟ وانا اصلا ما بشربش. والله نسيت ان انت حامل. طب خلاص انا كمان مش هشرب. انا اسف يا حبيبتي، انا بس شفتك في مود وحش كده كنت عايز اخرجك منه. بقول لك ايه؟ انا سمعت ان في هنا مطعم سمك جامد قوي، وتيجي نروح نجربه. انت بتقول اي كلام؟ مطعم ايه؟ مش نشوف الاول المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه؟ انت لسه هتفكري في الموضوع الاهبل ده؟ موضوع اهبل، الاقي جوز اللي مات قدام عينيا وتقولي موضوع اهبل؟ طبعا جوزك خلاص، الجرسون ده عملتيه جوزك؟ انا مش هستريح غير لما اشوفه واعرف ايه حكايته. حكايه مين؟ ايه الهبل ده؟ انت كل واحده هتلاقيه شبه جوزك، هتروحي تقولي له حكايتك ايه؟ انت مش عايزني ليه اروح اسال عن ماجد؟ برضه هتقولي ماجد؟ يا بنتي شافك ما عرفكيش، يبقى ماجد ازاي؟ امال هيكون مين يعني؟ عفريته؟ شغل هنا مصريين جايز يكون في اوتيل تاني. اوتيل تاني ده ايه؟ انا شايفاه بعيني وقاعدين القهوه على البحر. انت مش شفتي فريد؟ ايه يا زهره في ايه؟ انا كنت عايزه اطمن عليك يا حبيبتي، وفي شويه اوراق مهمه كنت عايزاكي تمضيها. خلاص اخلي فوزي يمضيها. زهره انت صوتك مش عاجبني، في ايه؟ انت متخانقه انت وفريد؟ لا لا لا، أنا وفريد مش متخانقين. أنا شفت ماجد الله يرحمه. مش عارفة إذا كنت شفت ده وقت كابوس ولا حلم. إيه اللي أنتِ بتقوليه ده يا زهر؟ أنتِ باين عليكي تعبانة. أمال إيه حكاية جوزك اللي مات اللي شفتيه ده؟ وشفتيه فين إن شاء الله؟ لازم بقى أطلع لك من البحر. امال عايزاني اقول لك ايه يا ستي؟ وكمان بيشتغل جرسون؟
طلع من الاخرة علشان يشتغل جرسون. لا لا يا زهرة، انت باين عليكي اعصابك تعبانة قوي. انت قلتي الباشمهندس الكلام ده؟ هو كمان شافه، بيقول لي ان هو شبه ماجد الله يرحمه. بس انا مش عارفة، معقول يبقى في حد شبه التاني طبق الاصل كده يا نوال؟ رحنا الاوتيل وسألنا، قالوا ان مفيش حد عندهم اسمه ماجد. ده حتى فريد عشان يخلينا اطمن لففني على كل اوتيلات شرم الشيخ اوتيل اوتيل. لا طبعا لقينا ناس اسمها ماجد، بس مش ماجد الله يرحمه جوزي يعني. والله ما انا عارفه يا نوال، مش عارفه. مش بقولك كابوس نوال، انا عايزاكي تيجي، انا بجد محتاجه لك قوي. انا بجد تعبانه قوي يا نوال، بجد تعبانه يا حبيبتي. العروسه في شهر العسل ما بتبقاش محتاجه غير جوزها. وبعدين بصراحه بقى جوزك عنده حق، ما يمكن واحد شبه وفعلا يخلق من الشبه 40. زهره احنا هنقضيها رغ، انا جعانه وعايزه اتغدى. وبعدين لو منك بقى سيبك من الكلام ده كله، ما تفكريش في اي حاجه غير فرج. فرج قلب الدنيا عليكي. استني، انت بتتراحوا فين؟ ماجد داخل دلوقتي. ايه داخل هنا فين؟ بقول لك داخل، انا شايفاه بعينيا. يا ستي نوايا من الجوع، بلاش كلام فارغ بقى. بقول لك ماجد حلو تقعدي جوع. اوه يا زهرة، مش موجود. يلا نروح نتغدى، نفلنا شويه زيتون يا ابني. بقول لك ايه فوزي؟ نعم. هو ممكن الميت يصحى؟ يا نوال مالك، انت مشيتي في الشمس فمخك ساح ولا ايه؟ يا سيدي بسألك سؤال. هو ده سؤال يتسأل برضه يا نوال؟ ايه اللي خليك تفكري في سؤال زي ده؟ مالك يا نوال؟ مش انا اللي مالي، دي زهرة. مالها زهرة يا كمان؟ بيتهيألها إن ماجد عايش ما ماتش. أكيد مش مبسوطة من جوازها من اللي اسمه فريد ده، عشان كده بيتهيألها إن ماجد لسه عايش. من ياما نصحتها ولساني وقع كده واتدلدل من كتر النصيحة، هي اللي استعجلت وما سمعتش كلامي. ما قلت إيه اللي هشيل أنا، بس أنتوا كده زي القرع اللي تمدوا لبره. بس أنت عارف يا فوزي، زهرة معذورة، اللي تتجوز واحد زي ماجد ما تعرفش تعاشر واحد غيره. لا يا شيخة، وانت كنت معجبة بنتي كمان ولا ايه؟ كلمة اعجاب دي قليلة على المشاعر اللي كنت بحسها من ناحيته. انا كنت بحبه قوي، كنت بحسد زهرة عليه. وزهرة كانت عارفة الكلام ده؟ لا طبعا، انا كنت كاتمه حبي في قلبي. امال انا رفضت كل اللي تقدموا لي ليه؟ الله يخرب يا بختك يا عم الفقيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهدي شوية. تؤمر. قول لي جدع اللي لسه طالع ده ساكن هنا؟ هو ساكن هنا واسمه سمير. هو مصري؟ أيوه مصري، إنما أنت بتسأل الأسئلة دي كلها. تخرس. أنت حريت أمن. تعرف إيه عنه؟ أعرف إن هو ساكن هنا وشغال في فندق ورا هنا عندنا. تعرفه بالك قد إيه؟ من شهرين كده. هو متجوز؟ لا هو ساكن هنا لوحده. طب يلا امشي امشي. انا مش فاهمه انت ما جيتيش لحد دلوقتي ليه يا نوال؟ شغل ايه؟ طب انا بقول لك سيبي كل حاجه وتعالي حالا. انا مش فاهمه انت بتاخدي امرك مني ولا بتاخديها من فوزي. اوكي باي باي.